خلاص ما تزعلش، الامر لله. بره هرجع بيه تاني. بره بصرة كومي ولد 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 حرامي. 10 ولد في الكوتشينه هتبنبك، وعهد الله شراحك هات الربع جنيه. مفيش. نعم. ايه هات ربع جنيه. مفيش. 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 لو سمحت امسك. امسك. ربع جنيه يا بحر يا ابو البحور، خد بتوعك. تاني مره ما تلعبش معايا. حد ليه شوق يا بحر يا جماعه؟ انت رايحه فين يا بنت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وانت مالك انت؟ بقولك رايحه فين. رايحه اجيب فلافل. خلاص بقيتي شغالة عند أختك وجوز أختك؟ فشرت. أنا قاعدة على كفوف الراحة، الشبوكش جوز أختي شايلني شيء. يعني أنت مبسوطة كده؟ مش عارفة. الواد خميس إزايه؟ بيسأل عليك. طب وبعدين؟ اسأل نفسك. هو أنا اللي قلتلك امشي؟ أنا مشيت بعد ما كنت حموت من الجوع أنا وابني. حد قالك اعملي إضراب عن الأكل زي بتوع السياسة؟ ما أنا ما أكلش حرام. طب انت عايزه ايه بقى دلوقتي؟ عايزه ايه؟ اوعى كده، عايزاك تعقل وتتهدي وتبطل مشك البطال ده يا جابر. بطل السرقه والنهب اللي انت عايش عليهم. تقدر تقولي هقول لابنه ابوه بيشتغل ايه؟ حرامي بحر. الله، انت بتعمل كده ليه يا جدع؟ انت بتكرهني ليه؟ جريه يا استاذ شبوكش، ما تخليك محضر خير امال. الراجل عايز مراته وابنه. عايزهم عشان جوعهم تاني. ما تقولش كده عيب، انا خير كتير يا جدع. مفيش خير في الحرام يا حرامي. الله يسامحك، أنا خلاص توب ورجعت لشغل الشيالة وهعيش بالملاليم الحلال، وده عهد عليا قدامك. ما صدقكش. معلش صدقوا المرة دي يا جوز أختي. يلا يا جابر. سلام. كده أنت حرة، غوري بيه. حلو قوي، حلو قوي السردين ده يا جابر. عجبك؟ قوي. أجيب لك منه كل يوم؟ ليه؟ هو بكام؟ من غير فلوس، مرمي في المخزن، صناديق مكسرة ياما. ايه؟ ايه؟ يا خرابي يا خرابي يا خرابي يا خرابي. مسروق يعني؟ بتوكلني حرام يا جابر؟ بتوكلني انا حرام؟ بتعملي كده ليه يا بت؟ انا عملت حاجه غلط؟ سرقت تاني يا حرامي. الله، بقول لك اوعى كده. بقول لك اللي ياخد ياخد. انا من دلوقتي حد الله بيني وبينك. ايه؟ حد الله بينك وبيني. الله؟ اكمن ابوكي كان شيخ زاويه، هتعملي لنا فيها فوق. اوعى. بقول لك استني، الواد خميس نايم. اوعى بقى. شوف بقى، انا استنيتك كتير قوي يا جابر عشان ترجع لعقلك ولدينك ولشرفك. انت ايه؟ ما سمعتش عن حاجه ابدا اسمها شرف؟ عيب عليك يا اخي، ده ابوك الراجل طيب وامك كانت ست شريف. انت طالع لمين؟ طالع لمين بس يا جابر؟ طالع لجد ام الطليان الله يخرب بيته. اضحكي بقى. اضحكي. انت لسه برضه مضربة عن الأكل؟ جعان هموت من الجوع. الواد الغلبان ده ذنبه ايه يموت من الجوع؟ غزالة صدقيني، أنا عشان خاطرك رجعت أشتغل شيال تاني بأجرة 3 شيلن في اليوم. شيلن عيش وشيلن طعمية وفاضل شيلن. 5 تعريفة ليا، أدي 5 تعريفة ليكي، خدي. حلال، وعهد الله حلال. خدي. يلا خميس افراج هتاكل. هنا اكل هنا اكل هنا اكل هنا اكل هنا اكل هنا اكل هنا اكل.
هنا اكل. وانت يا جاب مش هتيجي تاكل؟ تعيش يا غزاله. بسم الله الرحمن الرحيم. البوليس. ايه؟ مين؟ استنى بس هفهمك. يا راجل ايه؟ يا راجل ما تصدقيهوش. اللي حصل بس فهمني. يخلصك يخمني نسمع شويه ساعه ويبيعوا ما يدريش حقي. يا كذاب. والله ما انا معبره. لا انت عايز مصيبك تعالى لي بره. عايز فلوسك؟ عايز فلوسك؟ اهي فلوسك. سيب ابويا يقع ايدك. والله ما انا معبره. ان شاء الله تموتوا بعد حد. تعالى يا واد. ابو دومة. ايوه جابر تعالى. تعرف تسهل غفير على مدخل واللي يطلع بالنص؟ بس اللي هتجيبه انت انا اللي هبيعه. لا انا اخد حقي وانت ربنا يسهلك. ماشي يا جابر. يلا سعداوي. ايه؟ سعداوي قوم معايا. بقول لك ايه، عاوزك في موضوع مهم قوي. في عيال من حراميه المينا منضارين على المخزن ده عاوزين يقلشوه. تقول ايه؟ ايه؟ سبع علب مسمار الاوز الواحده بعشرة جنيه. هدفع لك فيهم كلهم عشرة جنيه. اتنايل زي بعضه بس كاش. ماشي. وتيجي معايا. فين؟ لغزاله مراتي. يا ست غزاله صدقيني ده كان معايا الثلاث ايام دول بنشتغل في مركب واحد، والفلوس دي من عرق جبينه. هو اللي مسلطك تقول كده؟ استغفر الله العظيم. انا برضو بتاع كده. طب وحياه النعمه الفلوس دي من شقاه. طيب خلاص. يلا بالصلاة على النبي يا ريس. قوم كده هات لك شوية كفتة بر نفسك وابنك ومراتك. يلا. تعيش يا ودومة. قشطة يا ريس. وزعت البضاعة؟ لا لسه رايح اوزعها دلوقتي. هنيالك. خدي حمرا وملبسة. تسلم لي يا ابو جمعة. تعيشي. انت جابر؟ لا مين ليه؟ انت قاعد سرقت سبع علب مسمار من المخزن؟ ما حصلش. فتشني ما عنديش حاجه. زميلك قال عليك بره. مين ده؟ زميلك. اسمه ايه ده؟ اهو واقف بره اهو. فين هو؟ موجود. معلش يا جابر اتقفشت. انا مش متلبس. مفيش حاجه تثبت اني حرامي. ماسكني ليه؟ اسكت يا جدع انت ما تتكلمش. انا عايز محامي. انت عندك كام سنه؟ 30 سنه. دخلت الجيش؟ لا. ليه؟ دخلت الجيش ولا لا؟ انا معفي. معفي؟ يا بشاويش فتحي خد ده حطه مع التجنين ورحله الصبح اللي هزه. حاضر يا فندم. تراست يا اخينا جنب بعض انت وهو. انت اللي هناك صفا انتبه. وانت يا حبيبي بيستمعني؟ سامعك يا اسطى. اسطى انتبه يا عسكري. لسه ما بقتش عسكري. نفذ الامر يا عسكري يا معكوك. اهو انت الستين معكوك. انا معكوك يا عسكري. اوعى تمد ايدك عليا عسكري. اوعى ايدك. عبد الستار محمد الاسمر. افندم. انور سلوم ابو عليوه. افندم. حسب الله احمد ابراهيم. افندم. عبد السلام الجويش. افندم. جابر عبد الغفار علي. افندم. اول يوم ليك في العسكريه وتتحط في السجن، امال لما تهدم هتعمل ايه؟ يا خساره. كان نفسي اعلمك العسكريه على اصولها. ليه مين دول؟ ايدك اللي بتاكل بيها فين يا عسكري؟ اه يا فندم. هي دي ايدك اللي بتاكل بيها؟ اصل شطلاوي يا فندم. شطلاوي؟ احنا رايحين فين؟ طلبة. طلبة؟ يعني هنشيل حاجات على العربية. شيال تاني حتى هنا؟ انا حنزل اشتري سجاير. هات لي علبتين معاك. طب اب بالفلوس. اللي عايز تجاري يب بالفلوس. انا هات هات لي علبه سوبر معاك. هات انا كمان علبه يا جابر. هات 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 انا معاك. هات
ما شافت السكة. يلا يا كنك احسن هتشاف كده. طيب طيب مستعجل ليه يا جدع؟ بقولك خايف اتشاف كده، عايزين نخلص موضوعنا. طب دقيقة واحدة يا معلم. يلا. انت متأكد الراجل ده هيخلصني؟ ما تخافش يا جدع، ده جاهز، بس المهم تكون انت جاهز. انا جاهز بس بالتأشيرة بكل. هنخلصك من كل حاجة. سلام عليكم يا عم تولي. ايه يا كنكة؟ معايا زبون عاوز يروح ايطاليا. هات 100 جنيه وصورة. اديله. المركب هتطلع من مينا بعد بكره. فين جابر عبد الغفار؟ هو هرب؟ فتش. اذا جه خليه يسلم نفسه احسن له. جابر استنيتهم لما خرجوا وجيت. وبعدين يا جابر هتوديك لغاية فين شقاوتك دي؟ تهرب تهرب من الجيش؟ ماهم هيرجعوا يدوروا عليك تاني. انا حامشي. هتمشي تروح فين؟ هيجيبوك ان شاء الله من اخر الدنيا. لا مش هيقدروا يجيبوني وانا في بلاد برا. برا؟ برا فين؟ انا هشد الحالي على ايطاليا. حرام عليك يا جابر اللي بتعمل